تنضم إلينا من القاهرة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. في البداية أستاذة نرمين، يعني أتحدث معك عن استمرارية هذا الصراع، هل ما زال هناك أمل أن يعود هذا التصعيد العسكري للمربع الأول كونه في البداية أزمة سياسية وليست عسكرية؟ أعتقد يا فندم أنه من الصعب العودة للمربع الأول في مسألة الوصول إلى توافق سياسي الآن بين الأطراف، أطراف الأزمة في السودان. الجيش السوداني عازم على المضي قدما في ملاحقة قوات الدعم السريع أو ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم وفي باقي الولايات التي تذهب إليها، بالإضافة إلى أن أي محاولة للتراجع ستستغلها ميليشيا الدعم السريع في محاولة السيطرة على سواء مقرات القيادة أو المناطق الاستراتيجية والمطارات. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر مستبعد حتى اللحظة، خصوصا مع عدم قيام أي جهة دولية أو حتى إقليمية بتقديم مبادرة للحل السياسي فيما عدا المبادرة المصرية. وحتى مسألة إجلاء الرعاية وإجلاء الدبلوماسيين وإغلاق بعض الدول لسفاراتها أعتقد يؤخر أيضا من وجود حل سياسي، لأنه لا يوجد أصلا تمثيل سياسي لهذه الدول في السودان، وبالتالي هناك صعوبة في الجلوس على مائدة مفاوضات أو الوصول إلى حلول. ومن هنا يعني من المفترض أن يكون هناك دور أكبر لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في تقديم مبادرة للحل في السودان. المبادرة سواء من الاتحاد الأفريقي أو من جامعة الدول العربية ستكون الأقرب والأكثر واقعية، ليس فقط من منطلق القلب الجغرافي لهذه المنظمات، ولكن حتى من منطلق أنها ستقدم الحل بشكل مخلص، لأن الصراع في السودان يؤثر على الدول الأفريقية ويؤثر بالتبعية على المحيط العربي. نعم، طيب أستاذة نرمين، ما هي الآليات ربما التي لازالت تملكها الدول الصديقة والجارة للضغط على لن نقول القوات المسلحة السودانية، فهي في مواجهة يعني فصيل مارق، ولكن يعني يجب الضغط من ناحية أخرى على ميليشيا الدعم السريع، هل هناك أي أوراق ضاغطة تملكها الدول الجارة والصديقة للضغط على هذه الميليشيا وحميدتي؟ أعتقد أن أهم ورقة ضاغطة حتى للمحيط الأفريقي سيكون موجات النزوح الضخمة التي لن تستطيع دول المحيط السوداني في أفريقيا استيعابها نتيجة لوجود توترات في هذه الدول من الأساس، وبالتالي ربما يكون هذا المحرك الأكبر بالنسبة للمحيط الأفريقي. بالنسبة للمحيط العربي أو المحيط الإقليمي، أعتقد أن امتداد تأثيرات الحرب أو الأزمة في السودان إلى هذه الدول عن طريق إسهامها في نمو موجات الإرهاب أو انتشار موجات الإرهاب ربما يكون دافع آخر، إضافة إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الدول الصديقة والجارة للسودان، وبالتالي الدول الإقليمية الصديقة لمصر من المفترض أن تقدم مبادرات للوساطة من هذا المنطلق. طيب أستاذة نرمين، في رأيك ما مصير الاتفاق الإطاري المؤسس في هذه المرحلة؟ يعني هل سيتم تنفيذ بنوده أم سيعلق هذا الاتفاق حتى انتهاء هذا التصعيد الأمني والعسكري، والحسم العسكري هو الذي سيتحكم في مصير الاتفاق الإطاري المؤسس؟ أتصور أن الاتفاق الإطاري تم تعليقه منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها ميليشيا الدعم السريع شن الهجوم في الخرطوم، لأن ميليشيا الدعم السريع كانت من الأساس جزء من الحل السياسي وكانت جزء من المفاوضات السياسية ومن الموقعين على الاتفاق الإطاري، وهذه أزمة كبيرة لأن القوى السياسية من المفترض حتى المدنية منها أن تكون رافضة لوجود ميليشيا الدعم السريع على أي مائدة للحوار، إضافة إلى أن الشارع السوداني أصبح أكثر رفضا من القوى السياسية لوجود ميليشيا الدعم السريع في أي حل سياسي مستقبلي، وبالتالي أي اتفاق إطاري أو اتفاق سياسي في المستقبل سيقوم باستثناء ميليشيا الدعم السريع، وبالتالي أتوقع أن الاتفاق الآن يعني مجرد حبر على ورق الاتفاق الإطاري. نعم، يعني طيب أستاذة نرمين، وأنت تحدثين عن الرفض الشعبي لميليشيا الدعم السريع، كيف يغير هذا من كفة هذا التصعيد العسكري والمعادلة بين الطرفين؟
هو يفقد الميليشيا الدعم في الشارع ويفقدها القبول في الشارع، ولكن لا أعتقد حتى الآن أن المدنيين جزء من المعادلة أو جزء من الحل، لأن القوات المسلحة السودانية تتعامل مع الأمر من منطق عقائدي وأخلاقي، وهي لن تدفع بأي مدنيين حتى وإن كان الشارع السوداني يؤيد قوات المسلحة، لن تدفع به إلى أي مواجهة. كل الأمر أن ميليشيا الدعم السريع إن كان لها قدر من التعاطف أو من القبول في الشارع السوداني فهي فقدته منذ اللحظات الأولى، وتمكن الشارع السوداني من رؤية الحقائق وأن القوات المسلحة هي من كانت تدفع إلى الحل السياسي وكانت تدفع إلى الوصول للاستحقاقات الديمقراطية، في حين أن ميليشيا الدعم السريع بعد توقيع الاتفاق الإطاري وموافقتها على أن تكون جزء من القوات المسلحة السودانية، وهو الوضع الطبيعي في أي دولة ذات سيادة أن لا يحمل السلاح أكثر من طرف داخل الدولة، عادت وانقلبت إلى الأمور وأوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن في السودان. نعم أستاذة نرمين، يعني سأسألك سؤال سألته لضيف كريم كان معي، وهو لماذا وافق حميدتي في الاتفاق الإطاري المؤسس على فكرة الدمج، وتحدث أنه وافق على دمج ميليشيا دعم السريع في القوات المسلحة السودانية. ضيف الكريم كان يتحدث أنها ما كانت سوى يعني مراوغة من قبل حميدتي، ولكن الرجل لم يملك أي نية للاندماج. ما رأيك في هذا؟ أعتقد أن هذا صحيح بشكل كبير، لأن المعتاد من الجماعات التي تحمل الطابع الإرهابي أو التي ترفع السلاح في وجه الدولة أن تستخدم الاتفاقات السياسية كمراوغة وكمحاولة لكسب المزيد من الوقت، أو حتى كمحاولة لخداع الشعب أو الشارع السوداني وكسب الشعبية لديه. لكن لا يعقل أن طرف قام بتوقيع على اتفاق إطاري سياسي يمهد اتفاق إطاري يمهد لتوقيع على اتفاق سياسي شامل أن ينقلب في لحظات ويدخل في حالة من المواجهة المسلحة مع القوات السودانية، وبالتالي هي ما كانت إلا مراوغة من ميليشيا الدعم السريع. طيب أستاذة نرمين، ربما يعني هناك حديث كبير عن الدور الدولي والوساطة الدولية التي قد يعول عليها الكثيرين، وسنتطرق لهذه النقطة، ولكن في المقام الأول ماذا عن القوى المدنية السودانية، الأحزاب السودانية؟ هل يمكنها اليوم توحيد صفوفها والخروج ربما بآلية من شأنها تهدئة الطرفين، أم أن ذلك يعني بات مستحيل والحسم العسكري هو الحل الوحيد اليوم في هذه الأزمة؟ أعتقد أن القوى المدنية قامت بتوحيد موقفها منذ اللحظات الأولى لاستعراض الأزمة في السودان، وأصرت على وقف إطلاق النار من الطرفين. بعض الأطراف ذهبت لاتهام فلول النظام السابق أو فلول نظام الإنقاذ بإثارة الفوضى، وبعض الأطراف اتهمت ميليشيا الدعم السريع بإطلاق الشرارة الأولى للأزمة وللمواجهات المسلحة. القوى المدنية الآن ما بات لديها إلا التوافق مع القوات المسلحة السودانية ومع الجيش السوداني، لأنه زي ما أشرت لحضرتك لن يكون هناك قبول شعبي لأي حوار سياسي حتى من القوى المدنية مع ميليشيا الدعم السريع، وبالتالي يعني لن تكون جزء من الحل. فكرة أن تكون هناك وساطة دولية أو حل دولي للأزمة من الصعب الآن الحديث عن ذلك حتى مع وجود جلسة لمجلس الأمن، يعني هي منتظرة أو مرتقبة، وحتى إذا تم التوصل وذلك سيتم بصعوبة لإرسال قوات حفظ سلام نظرا لوجود اختلافات داخل مجلس الأمن على الأقل بين الأعضاء الدائمين روسيا والولايات المتحدة، ولكن هناك أيضا عدم اهتمام بالأزمة السودانية. رأيك من الطرف الذي قد يستخدم الفيتو لمنع إرسال قوات حفظ سلام للسودان؟ حتى الآن أعتقد أن روسيا ستكون الطرف الذي يصوت ضد القرار. نعم. لأننا سمعنا أنباء ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة عن وجود قوات روسية تقاتل إلى جانب قوات ميليشيا الدعم السريع في بعض وسائل الإعلام. هي تصريحات جاءت على لسان الفريق عبد الفتاح البرهان حين تحدث أن هناك
دعم من قوات فاغنر لميليشيا الدعم السريع. طيب من ناحية أخرى أستاذة نرمين، يعني بالنظر إلى الموقف الإنساني المتأزم جدا اليوم في السودان من ناحية ميليشيا الدعم السريع تستهدف حتى البعثات الإغاثية، المستشفيات، إلى أي مدى يعني بات حميتي يتخبط ربما في هذه المرحلة ويستعين بالتحصن ربما وراء المدنيين واستهداف المنشآت الصحية وحتى البعثات الإغاثية التي من شأنها مساعدة المصابين؟ أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع في حالة من فقد الاتزان وفقدان البوصلة، حتى عن طريق صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ميليشيا الدعم السريع نسبت كل الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية والبعثات الإغاثية نسبتها للطرف الآخر في حالة من الإنكار الشديد. يعني ومن المعروف أن ميليشيا الدعم السريع هي من قامت بالاعتداء على البعثات الدبلوماسية منذ اللحظات الأولى وقامت بالاعتداء على المنظمات الإغاثية. أعتقد أن الحل سيكون في استخدام القوات المسلحة لميزاتها النسبية في قدرتها على التحكم أو بسط الأمن في بعض المناطق وفتح ممرات آمنة أو ممرات إنسانية للاجئين والنازحين، وحتى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية من الجهات والدول التي تتطوع للمساعدة. طيب أستاذة نرمين، يعني كل الدول الكبرى التي تسعى في هذا التوقيت لإجلاء رعاياها من السودان تتفاوض، تتحدث، تتواصل مع القوات المسلحة السودانية، وهناك تجاهل تام لميليشيا دعم السريع وحميدتي. هذا ما أثار ربما حفيظته حين خرج وصرح أن واشنطن تفاوضت معه لإجلاء رعاياها، ومن ناحية أخرى واشنطن نفت هذا. ما أهمية هذا التجاهل لميليشيا الدعم السريع؟ يعني ليس هناك أي من الدول تتعامل مع الميليشيا على أنها طرف يمكن التحدث إليه أو التفاوض معه بشأن إجلاء الرعاية، ما الذي يعنيه ذلك؟ لها انعكاس سياسي أن حتى المحيط الخارجي الذي قيل أن حميدتي يعتمد عليه في الحصول على دعم حتى من الناحية السياسية لم يعد موجودا، فالدول سواء الغربية أو العربية أو الولايات المتحدة جميعها تتفاوض مع الجهة الرسمية التي تتحدث باسم الشعب السوداني وهي القوات المسلحة، وبالتالي هذا يعطي مؤشر ربما للمستقبل أن الجهة التي ستتفاوض على أي وقف لإطلاق النار أو على أي وضع داخل السودان ستكون القوات المسلحة باعتبارها الممثل الشرعي الآن للشعب السوداني. المجتمع الدولي عندما شاهد اعتداء ميليشيا الدعم السريع على سفاراته وعلى بعثاته الدبلوماسية أدرك أنه ليس في مواجهة خلاف سياسي، وإنما في مواجهة دولة وجيش وشعب يواجه ميليشيا تستخدم كل وسائل العنف وترفع السلاح في وجه القوات المسلحة وفي وجه الشعب أيضا. السيدة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أشكرك جزيلا، كنت معي مباشرة من القاهرة.